أيضا تصريح آخر بخصوص اليوم، سنأتي إلى يعني من وسائل الإعلام الروسية سيادة العقيد كي نفهم يعني كيف فهم هذا الانسحاب من الداخل الروسي، لذلك نقرأ عليك يعني تصريحات الروسية تباعا. هنا أيضا نائب في مجلس الدوما أيضا الروسي هنا نيكولاي فاريوف يقول لوكالة أيضا سبوتنيك الروسية: تؤكد قواتنا كما يقول هذا سيمنع وقوع خسائر كبيرة من الممكن تفاديها. لقد أدت الإجراءات الأخيرة في منطقة خيرسون من حيث سحق القوات البشرية والمعدات للعدو إلى نتيجة أكبر بكثير من الوقت الذي نتقدم فيه. هذه هي قاعدة عسكرية كما يقول، أي المهاجم سيفقد الكثير من الجهد والآليات، لذلك من الضروري فهم أن المخطط كان للتقدم بعدة خطوات للأمام، ثم تبين أن سير المعركة قد تغير. سير المعركة قد تغير، لماذا تغير اليوم سير المعركة في خيرسون باعتقادك عسكريا؟ مضحك جدا هذا التبرير حقيقة. يعني هذه معطيات، هل هذه المعطيات من برنامج الصف الرابع وهو دخل المعركة وكان في الصف الثالث يعني لم يصل إليها ولا يعرف هذه المعطيات، أم أنه يعني اتكأ على أن سير المعركة قد تغير؟ طيب، سير المعركة قد تغير، ممكن جدا أن يحصل فيها انسحابات تكتيكية أو انسحابات عملياتية. أما انسحاب استراتيجي بهذه الصورة، كل ما ورد في هذا الكلام وفي هذا التبرير لا ينطبق عليه، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يبرره. لا تبرير للانسحاب؟ تبرير الانسحاب واضح جدا. اليوم البنتاغون يصرح بأن روسيا قد خسرت حتى الآن أكثر من 100,000 مقاتل في حربها، وأنا يعني أرى الرقم كبير جدا، لكن عندما أستعرض وأستعيد كيف كان أداء جنود الروس وكيف هو أداؤهم الآن في المعارك، أقول أن الرقم عادي جدا، يعني أستصغر الرقم عندما أرى كيف يهربون وكيف يتركون أسلحتهم، وتركوا أسلحتهم جاهزة واستخدمها الأوكرانيون. هذا الجيش الروسي الذي يعني أنا متيقن تماما أن بوتين كان مغشوش بتقارير قتال خاطئة وتقارير قتال منافقة، ولا علاقة لبوتين بما هو حقيقة أو بما هي حقيقة هذا الجيش ومستوى تدريباته ومستوى تمكنه. طيب.